لو كنت بتاكل هم من انك عند بتطلع من البيت بتخاف حدا يشوفك، بتخاف حدا يوقفك بالشارع، ممكن حدا يسلم عليك، بتضلك بتفكر انه انا هلا كيف اسلم، كيف عم يتطلع علي، عجب كيف عم يقيمني، عجب شلون هذا الشخص شايف شكلي، كلامي، ادائي، عم بتقابل ناس ان كان غريبين ولا قرايبين، ببلش عندك هيك اعراض جسديه، بتخاف، بتحس حالك قلبك دقاته بتتسرع، جسمك بيتعرق وبيبرد، بتحس انك كانك فائد التركيز، يعني ما قادر تركز، مشوش، بتخاف كتير انه الناس اللي حواليك تحس عليك، يعني بتخاف انه الشخص اللي قدامك يحس انك انت متوتر، او انه جسمك عم يرجف، او ايديك عم ترجف، او ايديك بارده مثلا، بتتلبك عند ممكن تمسك فنجان القهوه، بتخاف انه ايدك ترج قدام هدول الناس ويحسوا عليك. لو كان عندك هاي الاعراض فانت لازم انك تطلب مساعده نفسيه وتطلب استشاره نفسيه، لاني وارد جدا انه تكون هاي اعراض رهاب اجتماعي. اللي عنده اي سؤال بامكانه انه باي وقت يسالني، واهلا وسهلا فيكم.